هل سيؤدي اغتيال الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى اتساع رقعة الحرب نحو لبنان؟ يعني تنتقل الحرب من منطقة محصورة بجنوب لبنان إلى عموم الأراضي اللبنانية، نروح على جولة قتالية واسعة أو حرب كبيرة أيضا على غرار حرب تموز 2006 أو أقصى من حرب تموز 2006؟ هيدا السؤال إضافة إلى سؤال آخر عما كان يجري في الجنوب، وماذا كانت نوايا جيش الاحتلال وكيان الاحتلال بشأن لبنان بعد اقتراب الحرب على غزة من انتهاء مرحلتيها الأولى والثانية؟ هودي السؤالين بدي أحاول أجاوب عنهم بهذه الحلقة. قبل ما افوت بالتفاصيل، الاول بدنا نتوجه بالتعازي للشعب الفلسطيني ولحركه المقاومه الاسلاميه حماس ولسائر فصائل المقاومه باستشهاد الشيخ صالح العاروري وقياديين اخرين بكتائب القسام. الشيخ صالح العاروري اللي هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركه المقاومه الاسلاميه حماس، وهو مسؤول عن المقاومه، مسؤول عن كتائب القسام بالضفه الغربيه، يعني كل أعمال حركة حماس بالضفة الغربية اللي كانت أعمال فعالة وشديدة التأثير على قوات الاحتلال وعلى المستوطنين بآخر سنتين تحديدا، هو كان مسؤول عنها، بنحكي ما قبل طوفان الأقصى، وهو صلة وصل رئيسية بين حركة حماس من جهة وحزب الله وإيران من جهة تانية. بعد التعزية بدنا نفوت بصلب الموضوع. اللي صار اليوم هو خرق إسرائيلي كتير كبير، تجاوز إسرائيلي كتير كبير للخط الأحمر اللي كان مرسوم حول الضاحية الجنوبية لبيروت. بالسنين اللي مرقت بعد العام 2006 العدو الإسرائيلي استهدف الضاحية بعملية واحدة مباشرة، ولكن هذه العملية كانت عملية اغتيال أمنية من دون بصمة، لم يترك فيها العدو بصمة، هي عملية اغتيال الحاج حسان اللقيس القيادي بالمقاومة الإسلامية من أكثر من حوالي 10 سنين أو أكثر من 10 سنين. وفي عنا كمان محاولة تنفيذ عملية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة بمنطقة معوض بالضاحية الجنوبية لبيروت، كمان هذه من حوالي 4 سنين وكم شهر، يوم فشلت هذه العملية كمان كانت من دون بصمة حقيقية، بمعنى أنه المسيرة مفخخة، كان فيهم الإسرائيليين يقولوا لو تنجح العملية ونحن ما خصنا، هذه جهة إرهابية تنظيم ما بعرف مين هو اللي نفذ هذه العملية. اللي صار اليوم لا، هو عملية مباشرة واضحة ببصمة واضحة بمسيرة إسرائيلية أطلقت صواريخ، مش مسيرة انتحارية انقضاضية، لا، بنحكي عن مسيرة مسلحة أطلقت صواريخ على مكتب الشيخ صالح العاروري بالضاحية وعلى سيارة قرب المكتب بهدف اغتياله وآخرين من قيادة القسام. هلا الشيخ صالح العاروري هو هدف معلن للعدو الإسرائيلي منذ أشهر، حتى منذ ما قبل طوفان الأقصى، لأنه كانوا يعتبروه هو المسؤول الأول عن تحويل الضفة الغربية إلى ساحة مقاومة مسلحة، عمليات مسلحة كان يقوم فيها الكثير من مجموعات المقاومة، وكان دور كتائب القسام شديد التأثير تحديدا بعمليات اللي بيسموها الرد السريع، كانوا عمليات تدفيع الثمن والرد السريع، كانوا الإسرائيليين بس يرتكبوا جريمة بعد بيومين بس يرتكبوا مجزرة بجنين بنابلس بغيرها بيصير في عملية مثل عملية مستوطنة عيلة، عمليات مختلفة، عملية يعني في أكثر من عملية تم تنفيذها بفلسطين المحتلة على يد أعضاء بكتائب القسام، والإسرائيليين حملوا الشيخ صالح العاروري مسؤولية هذه العمليات واعتبروه كمان مسؤول عن تمويل وتسليح المقاومة في الضفة، وأعلنوا أنه هدف لهم ويريدون اغتياله، وهو كان عارف هذا الشيء وعبر عن هذا الأمر بعدة مقابلات. ورغم التغيرات الكبيرة اللي صارت بعد عملية طوفان الأقصى، يعني نحن في عنا بجنوب لبنان حرب حقيقية، عنا عشرات آلاف
العائلات التي أو عشرات آلاف اللبنانيين الذين نزحوا من منازلهم من قراهم بمنطقة الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة. في عنا مئات الوحدات السكنية المتضررة، عنا عشرات الوحدات السكنية المدمرة. كل يوم في عملية بشكل متواصل منذ 8 أكتوبر 2023 لحد اليوم 2 كانون الثاني 2024، باستثناء فترة الهدنة يلي فترة الهدنة بقطاع غزة انعكست كمان هدنة عنا على الحدود. نحن بحالة حرب متواصلة بالجنوب لم يشهد لها الجنوب اللبناني مثيلا منذ العام 1948. هذه الحرب طبعا غيرت كل المعايير اللي كنا والمقاييس اللي كنا نستعملها لنقرأ الواقع السياسي والأمني والعسكري بالجنوب. نحن قدام مشهد جديد، مشهد شديد التعقيد. لو نحن قبل طوفان الأقصى بنهار نجي نحكي عن استمرار العمليات على طرفي الحدود لمدة 3 أيام بدون ما يؤدي ذلك إلى حرب شاملة بين المقاومة في لبنان والعدو الإسرائيلي، كان اللي بيقول هذه النظرية يتم التعامل معه على أنه مجنون. فإذا صار في تغير كتير كبير بالمشهد. كل ما كنا نعرفه عن الجبهة الجنوبية، الجبهة الحدود اللبنانية الفلسطينية منذ العام 2006 تغير بالمطلق. نحن أمام حالة حرب مستمرة في الجنوب، والمقاومة في لبنان كسرت القواعد التي كان معمولا بها طوال السنين اللي مرقت من العام 2006 حتى اليوم. حطمت هذه القواعد، عمليات بشكل شبه يومي، بشكل يومي مش شبه يومي، أكثر من عملية بالنهار، في أيام 13 عملية، في أيام بينضرب 100 صاروخ على عبر الحدود، ما في مجموعة للجيش الإسرائيلي بتتحرك وبتنرصد إلا ما بيتم استهدافها. اليوم تم استهداف مواقع مستحدثة للجيش الإسرائيلي بعيدة نسبيا عن الحدود. في كل مع كل بكل ما تعنيه كلمة حرب، هذه الحرب موجودة على الحدود الجنوبية. إضافة للي حكيتهم كمان دخلت بقوة، يعني في عامل متغير كتير كبير يلي هي فصائل المقاومة الفلسطينية اللي كانت ما عم تشتغل عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية إلا نادرا. صارت هذه الفصائل حاضرة تنفذ عمليات، صار في عمليات تسلل. في أول عملية نجحت قاموا فيها سرايا القدس بالجهاد الإسلامي، لاحقا صار في محاولات من كتائب القسام، صار في رشقات صاروخية من كتائب القسام، وكل هذا الأمر طبعا بالتنسيق مع حزب الله ورعايته ودعمه اللوجستي والجغرافيا، لأنه الحزب موجود هونيك، فبالتالي هو يراعي هذا العمل. فكل هودي عم بحكيهم لأقول أنه الجبهة والمشهد تغيروا تماما. ولكن رغم هذا الشيء كله، عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت هي اختراق للخطوط الحمر. الإسرائيلي هون اختار التوقيت بشكل بيناسبه بشكل كتير كبير، يعني بدقة اختار هذا التوقيت. كان قادر يقتله للشيخ صالح العروري ببداية طوفان الأقصى، مباشرة بعد طوفان الأقصى. الشيخ صالح العروري ما عنده إجراءات أمنية عالية بتحركاته، وعنده إجراءات أمنية، ما عم أقول ما عنده إجراءات أمنية، ولكن إجراءاته الأمنية لا تجعله متخفيا طوال الوقت، لأنه هو وحدة من مهامه أنه يشوف ناس ويلتقي ناس ويروح ويجي، ويروح على تركيا، ويروح على إيران، ويروح على العراق، ويروح على عدة دول. فحركته بيقدر الإسرائيلي يشخصها، ولكن هذا ما بيعني أنه الوصول لإله بهذه الدقة وتحديد مكانه بهذا الوقت، وأنه كان باجتماع أو خلاف، واضح أنه كان باجتماع مع فريق عمله. فهذه التفاصيل أكيد الإسرائيلي بذل جهد استخباري كتير كبير لحتى يقدر يوصلها. فبس بجميع الأحوال كانوا قادرين هن يستهدفوا الشيخ صالح العروري قبل، ليش نطروا لهلأ؟ يعني عم بحكي مباشرة بعد طوفان الأقصى. عم اختاروا توقيت لئيم. هذا التوقيت مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكلها السابق اللي منعرفه من يوم 7 أكتوبر 2023 لليوم
دخلت المرحلة الثالثة من الحرب، وبالتالي شكل هذه الحرب سيتغير. يعني بلش الجيش الإسرائيلي الانسحاب من شمال قطاع غزة، عمليا عم يخلي مناطق احتلها بعد ما بلش الهجوم البري. الجيش الإسرائيلي عم يسحب جزء كبير من قواته من شمال قطاع غزة، صحيح بده يحتفظ بشريط حدوده بالمنطقة اللي عم يظهر منها مرحليا، يعني بده يحتفظ بشريط حدوده، دخل بوسط قطاع غزة كمان بده يحاول يضل هونيك، عملياته مستمرة بالجنوب تحديدا بخان يونس، عنده بحث بمسألة الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولكن بالمجمل الحرب على قطاع غزة تتجه نحو التغير، التبدل، رح يتبدل شكل الحرب. اللي شفناه بأول شهرين وهلأ رح يصيروا 3 شهور ما رح يكمل بقطاع غزة، أولا لأنه أهدافهم خلصت، أهدافهم بالشمال عمليا بنك أهدافهم انتهى. في عدة أسباب لها، الضغوط الأمريكية، نتيجة الخوف من الفوضى الإقليمية، ونتيجة الخوف من تأثير هذه الحرب على الإدارة الأمريكية نفسها يلي فايتة بانتخابات رح تبلش هلأ بهذا الشهر، انتخابات التمهيدية. في عدة عوامل، وطبعا في السبب الأساسي اللي هو أنه الإسرائيلي لم يستطع حتى اليوم أن يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها الحرب، وهي تدمير حركة حماس وإنهاء حكمها لقطاع غزة. تدمير حركة حماس أولا وإنهاء حكمها لقطاع غزة، وثانيا تحرير الأسرى. هودي الهدفين ما تحققوا وما في بوادر أنهم يتحققوا، إضافة لهالشيء أنه العسكر الإسرائيلي المنتشر، جنود الاحتلال المنتشرين بشمال قطاع غزة، كل ما طولوا كل ما صاروا أهداف أسهل للمقاومة بالقطاع، فخليهم هذا الأمر، هذه العوامل المجتمعة دفعتهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب من شمال قطاع غزة، ويركزوا هلأ على الوسط والجنوب لحتى يشوفوا لاحقا كيف كمان بدهم يحلوا مسألة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر. بالتوازي مع هذا الأمر، بنفس الوقت الأمريكيين والإسرائيليين بلشوا ضغط على المقاومة في لبنان، تحديدا الأمريكيين. جاي الموفد الأمريكي الرئاسي هوكشتاين قريبا، جاي موفد فرنسي كمان قريبا، هن بدهم يضغطوا، الإسرائيليين بدهم يضغطوا على المقاومة في لبنان لتغيير الواقع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر 2023، قبل عملية طوفان الأقصى. يعني إسرائيل الطعنة الصفعة الضربة القاضية، ليس القاضية، الضربة القاسية جدا التي تعرضت لها في طوفان الأقصى، هي تريد أن تضمن أن هذه الضربة لن تتكرر، ولن تتكرر هذه المرة من جنوب لبنان. إضافة أنه في عشرات آلاف المستوطنين الذين غادروا مستوطنات الشمال، يعني في تقديرات وصلت لحد 230,000 مستوطن إسرائيلي ترك بيته منذ عملية طوفان الأقصى حتى اليوم في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، نتيجة لضربات المقاومة اللبنانية باتجاه مواقع، اتجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهذه العوامل المجتمعة زائد السعي الإسرائيلي إلى استعادة قدرة الردع التي تهشمت يوم طوفان الأقصى، تهشمت يوم طوفان الأقصى، فهذه العوامل المجتمعة بتخلي الإسرائيليين يضغطوا ليحاولوا، اللي عم بيقولوه بالإعلام كل يوم بيطلعوا بيصرخوا إنه إما أن ينسحب حزب الله من جنوب الليطانة وأن يسحب قوة الرضوان من جنوب الليطانة، وإما أن يفعل ذلك بالدبلوماسية، وإما أن نفعلها بالحرب. عم بيهددونا بالحرب، عم بيهددوا لبنان بالحرب. فبهذا التوقيت بالذات يلي الأمريكاني جاي يبحث مسألة الحدود اللبنانية الفلسطينية، ويلي بلش الإسرائيلي يغير، فات بمرحلة تغيير شكل الحرب على قطاع غزة، يعني هذه بتمهد لوقف الحرب مستقبلا، بس الحرب لن تتوقف قريبا، الحرب مطولة ولكن بشكل آخر. بس رحنا على صيغة جديدة من الحرب فيها الكثير من الاعترافات ب، يعني مجرد هذا التغيير بشكل الحرب هو اعتراف بفشل العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته استراتيجية أو أهدافه استراتيجية
بقطاع غزة. فبهذا الوقت بالذات اجوا قتلوا الشيخ صالح العروري بالضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا، والمسألتين مهمين، الشخص المستهدف والمكان الذي استهدف فيه. الشخص المستهدف حكيت من شوي عن أهميته، المكان اللي استهدف فيه هو الضاحية الجنوبية لبيروت التي كانت آمنة لكل المقاومين، لمختلف المقاومين شو ما كانت جنسياتهم كانوا بيلاقوا لألهم ملاذ آمن بالضاحية. خلينا نقول قصص مثل ما هي، المقاومة الفلسطينية منذ سنوات ترى أن الضاحية الجنوبية هي مكان آمن. طبعا صار في خروقات مرة أن لبنان كله بيتعاملوا معه أنه مكان آمن، ولكن بالتحديد الضاحية الجنوبية لبيروت. يعني بالسابق صار في كمان من شي 14 سنة صار في انفجار بمستودع تستخدمه المقاومة الإسلامية حماس يوم ما نعرف شو طبيعته. صار في محاولة اغتيال لقيادة بحماس بصيدا كمان من حوالي 4 سنين أو 5 سنين. صار في تفجير بمخيم في جنوب لبنان قرب صور، كمان هذا التفجير المرجح أنه الإسرائيليين عملوه، وكان يوم هذا بإطار ما تزعم إسرائيل أنه الرد على عمليات إطلاق صواريخ صارت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل. ولكن بالعموم بقول صار في عمليات أمنية هون وهون وهون، أو إشياء اشتبه بأن عمليات أمنية، ولكن بالعموم كانت الساحة اللبنانية ساحة آمنة للمقاومين، والأكثر أمانا هو الضاحية الجنوبية لبيروت. فهون الإسرائيلي عم يجي لما باستهدافه للشيخ صالح العروري، باغتياله للشيخ صالح العروري، عم يطلع يقول للمقاومة الفلسطينية لبنان لم يعد آمنا. هو قال بده يستهدف قيادة المقاومة الفلسطينية أينما كانوا في العالم، بس يعني المرجح أنه هو بده يحاول يستهدفهم في لبنان أو في سوريا أو في إيران أو في العراق. مش معروف إذا بيغامر بعلاقته بتركيا وبيستهدفهم بتركيا، ومش معروف إذا بيغامر بعلاقته بقطر وبيستهدف بقطر. بس بالآخر ساحة المعركة المعادية له، بما أنه هذه الدول هي دول معادية لإسرائيل، لبنان وسوريا والعراق وفلسطين وإيران، فطبيعي يحاول يشتغل بهذه الساحات لاغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية. فهذه الرسالة الأولى اللي عم بيقولها أنه موجهة للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذه الرسالة أيضا موجهة للمقاومة اللبنانية، أنه دورك كحاضن للمقاومة الفلسطينية هذا الدور بدي إنهيه بهذه عملية الاغتيال هذه، لأنه نقدر نتوقع أنه بعد هذه العملية احتمال يصير في عمليات تانية تستهدف مسؤولين فلسطينيين آخرين. هيك بالقراءة السياسية الأولية، بعرف عم نتسرع، ولكن بالقراءة الأولية نقدر نقول أنه هذه العملية سيكون لها ما يتبعها في حال لم يكن هناك رد حقيقي وآسي عليها. هذا الرد هون مين بده يقوم فيه؟ بده يقوم فيه كتائب القسام، بده يقوم فيه حزب الله. بجميع الأحوال إذا ما صار في رد هذه العمليات ستستمر. هيك عودنا الشغل مع الإسرائيلي منذ 1948 لليوم. فهيدي أولا. ثانيا في رسالة موجهة للمقاومة اللبنانية نفسها بصرف النظر عن دورة بحماية واحتضان المقاومة الفلسطينية في لبنان وقيادات المقاومة الفلسطينية في لبنان وآخرين غير المقاومة الفلسطينية. في رسالة عم تتوجه للمقاومة اللبنانية لحزب الله الإسرائيلي، عم بيقول فيها أنه هذا الأمان الذي كان موجودا في الضاحية هو أمان معرض للخطر طالما أنه أنتم تحتضنون هذه المقاومة الفلسطينية، قيادات المقاومة الفلسطينية. هون هذه مسألة شديدة الخطورة، كرمال هيك عم أقول أنه الإسرائيلي تجاوز خطوط حمر كتير كبيرة استهدافه للشخص المستهدف، للشهيد الشيخ صالح العروري، وبالمكان الذي اغتيل فيه يلي هو الضاحية الجنوبية لبيروت. لهون كمان فينا نربط اللي صار بالضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية بشأن جبهة الجنوب.
إسرائيلي عم بيراهن على قاعدة أنه المقاومة ستكون، المقاومة اللبنانية ستكون مردوعة، وبما أن هذه المقاومة مردوعة، عم أقول هيك الإسرائيلي عم يقرأ، بما أن هذه المقاومة مردوعة وأنه وبالتالي بيقدر هو والأمريكي يضغطوا عليها للمقاومة ليحصل مكاسب كتير كبيرة بجنوب منطقة جنوب الليطاني، يعني بالمنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. فهذه القراءة كمان عم نقرأ هون، عم نحلل هذه القراءة الإسرائيلية. في حال تمسك بها الإسرائيليون، في حال تمسك بها صانع القرار الإسرائيلي، فهذه يمكن أن تؤدي إلى حرب. ليش يمكن أن تؤدي إلى حرب؟ إذا اعتبرت أنه عدوك مردوع وبتعتبر أنه هذا الردع مطلق، وأنه عدوك ما بده حرب، وأنه عدوك في عنده ضائقة اقتصادية لبنانية مكبلته، وفي إحراج لبناني مكبله، وفي مشهد غزة مخوفه، إذا اعتبرت أنه عدوك هيك، بدك تروح الإسرائيلي بهالحالة ممكن يروح بحسابات خاطئة ويقوم بإجراءات وعمليات وضغوطات ستؤدي ويرفع سقف مطالبه كتير، بما يؤدي إلى اندلاع الحرب. وإن شاء الله ما تكون عملية اغتيال الشيخ صالح العروري وحدة من هذه الحسابات الخاطئة. يعني إذا كانت هون كمان عم بقرأ تحليل سريع بعد العملية، ما صلى ساعتين صايرة، فالعملية الإرهابية الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية قصدي. فإذا عم نقرأ هلأ بشكل متسرع بنقول انه في حال كانت هذه العملية جزء من مخطط لاستهداف سائر القيادات الفلسطينية في الضاحية وغير الفلسطينيين بالضاحية، يعني غير الفلسطينيين وغير اللبنانيين بالضاحية، هذا يعني انه الاسرائيلي بلا عم بيروح بحسابات خاطئة بإجراء على حرب مع لبنان. واعتقد انه اللي بيعرف المقاومة شوي انها تتحسب لهذا الامر. هلأ ما بعد اغتيال الشيخ صالح العروري، بكرة في خطاب للسيد حسن نصر الله بيحدد الوجهة، ولكن كمان بدون ما الواحد يتسرع، رغم انه الوضع شديد التعقيد ورغم انه الحسابات كتير صعبة، ولكن من المتوقع انه يكون في رد، ورد كبير على اغتيال الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا. ولكن طبعا وجهة الأيام المقبلة سيحددها السيد حسن نصر الله بكرة بانتظار خطابه. لكن ما فينا إلا ما نشوف أنه الإسرائيلي عم يحسب حسابات خاطئة بما يخص الساحة اللبنانية، وهو يراهن رهانا خاطئا على أن المقاومة مردوعة إلى الحد الذي يسمح له بمحاولة فرض شروط قاسية جدا بما يخص الجنوب اللبناني. يعني مطالبته بانسحاب المقاومة من جنوب الليطاني هذا يعني الحرب حتما، مع أنه ما في حتميات بالسياسة، بس هذا المطلب يعني الحرب. انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني هذا لا مسموح ولا مقبول. والإسرائيلي حسب ما بشوف المقاومة ترى أنه ليس في وضع يسمح له بفرض الشروط، وبالتالي في حال بده يروح بقراءة خاطئة بكررها ليفرض شروطه، فهذا يعني أننا متجهون إلى الحرب. لننتظر.